الان بسم الله الرحمن الرحيم احنا الان حندخل المكان اللي خبرتكم عنه لكي نصل الى الغار. هذا اصعب مكان. تخيلوا ان كنتم في معيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل عليك يا حبيب الله محمد، الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاه والسلام يا خير خلق الله. سامحوني. يلا سالم جاك استاذ. يلا. شايفين كيف المكان صعب دخول؟ تخيلوا كيف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي، كيف كانت تأتي أمنا سيدة خديجة رضوان الله عليها. سلام الله. سلام الله ترفع رجلك بس. هذه المنطقة الأخيرة دي. هذا صعب. خذ بس الكاميرا للتصوير. ما شاء الله عليك الصحة. بسم الله. رحب علي القدري صور وانا جوا. بسم الله. بالصلاة على النبي.